للمزيد من التحليل ينضم إلي من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. تحياتي إليك رامي. يعني مجلس النواب الأمريكي أصدر منذ قليل مشروع أو أقر منذ قليل مشروع قرار أو مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. يعني صف لي مشاهدتك لهذه المستجدات. مرحبا عمر. بداية، هذا المشروع، مشروع القرار، ليس له تأثير فعلي أو حقيقي، أو هذه العقوبات هي مجرد فقط عقوبات رمزية يريد بها الكونغرس الأمريكي أن يوصل رسالة ما، وهي أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن حلفائها وشركائها مثل إسرائيل، مثل بنيامين نتنياهو أو أي شخص يمثل هذه الدول الحليفة، وأن أي جهة دولية تحاول الإضرار بهؤلاء الحلفاء أو من وصفهم مشروع القانون بأنهم يحظون بحماية واشنطن، فإن الكونغرس سوف يفرض عليه عقوبات. مجلس النواب الأمريكي، ومنذ اللحظة الأولى ربما من إعلان استصدار مذكرات اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، أعلنت منذ اليوم الأول، أعلن مجلس النواب الأمريكي أنه بصدد مشروع القرار هذا الذي يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. في المقابل، الإدارة الأمريكية وتحديدا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال نحن غير راضين عن ما قالته المحكمة الجنائية الدولية، ولكننا لا نرى أنه يجب فرض عقوبات عليها، فلنبحث وسيلة أخرى أو طريقة أخرى للرد على المحكمة الجنائية الدولية بعيدا عن مسألة العقوبات. إلا أن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون كانوا يريدون توصيل رسالة للإدارة الأمريكية الحالية ولإسرائيل أيضا أنهم يدعمون إسرائيل دعما يعني لا محدود، حتى بالشكل الرمزي الذي اتخذوه اليوم بتصويتهم على مشروع القانون الذي يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. يعني أقصى ما يمكن أن يكون في هذه العقوبات هو منع قضاة المحكمة الدولية على سبيل المثال من الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، وبالتأكيد يعني ليس بالأمر الكبير. هذا المشروع القانون صوت عليه الجمهوريون في مجلس النواب بالإجماع تقريبا، وشاركهم أيضا أو دعمهم في هذا التصويت 42 عضوا من الحزب الديمقراطي أو نائبا ينتمون للحزب الديمقراطي. وهذا إن دل على شيء يدل على أن منظومة الكونغرس بشكل عام سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين هم من أشد الداعمين لإسرائيل، ويظهر ذلك جليا أكثر وأكثر أيضا عندما وجهوا الدعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحضور جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ وإلقاء خطاب تحدد له مبدئيا 13 من الشهر الجاري، ولكنه موعد قابل للتغيير. ولكن هذه الدعوة في الحقيقة تأتي على غير رغبة الإدارة الأمريكية، وكأنها تأتي من الكونغرس في تحدي للإدارة الأمريكية ليوصلوا أيضا لها رسالة أننا نستطيع أن نقدم الدعم لإسرائيل حتى أكثر منكم كإدارة. للعلم فقط، يعني هناك انفصال كامل ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. السلطة التنفيذية التي يقودها الرئيس الأمريكي جو بايدن هي ديمقراطية، بينما السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب والشيوخ، فمجلس النواب له أغلبية جمهورية ومجلس الشيوخ أغلبيته ديمقراطية، ولكن في النهاية مجلس النواب عادة ما يكون أقوى في مسألة سن وتشريع القوانين، ومنه يعني تستطيع أن ترسم السياسة الأمريكية من خلال مشروعات القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب. رامي، يعني من حديثك أفهم أن مجلس النواب والقرار الذي خرج بشأن هذا القانون مخالف للإرادة أو الرؤية الأمريكية طبقا لتصريحات ماثيو ميلر؟ حتى نكون دقيقين، هو مخالف لرؤية الإدارة الأمريكية التنفيذية، نعم، أي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، نعم، في أكثر من موضع، سواء بايدن أو وزير الخارجية الأمريكي أكدوا أكثر من مرة أنهم لا يريدون فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنهم أيضا
غير راضين عن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها في حق مسؤولين إسرائيليين. نعم. لكن هم مع اختيار رد آخر بطريقة أخرى والتنسيق مع الكونغرس في هذا الرد، ولكن يبدو أن مجلس النواب الأمريكي قرر أن يقوم بهذه الخطوة يعني في مزايدة واضحة على الإدارة الأمريكية من أجل إثبات يعني إذا كنتم لا تدعمون إسرائيل بما يكفي فنحن مجلس النواب الأمريكي ندعمها بهذا الشكل وندعمها يعني بشكل غير محدود. نعم، وضحت النقطة. أتحول معك بشأن الخلافات بين بايدن ونتنياهو، كيف شاهدت الخلافات الأخيرة بعد مشروع القرار بوقف إطلاق النار في غزة أو بوقف الحرب في غزة؟ كيف شاهدت الخلافات بين بايدن ونتنياهو؟ بالنسبة لهوة الخلاف التي تتسع بين بايدن ونتنياهو بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية الحالية، في الحقيقة هي هو يعني بدأت منذ فترة وازدادت اتساعا وتزداد اتساعا بمرور الوقت، نتيجة أن إسرائيل تحاول أن تنفذ أجندتها الخاصة دون التنسيق مع الولايات المتحدة. رفضت طلبات أمريكية كثيرة سابقة، على سبيل المثال للحصر مسألة عدم إيقاع الضرر بالمدنيين وتجنب إسقاط ضحايا مدنيين. أكثر من مرة الولايات المتحدة تؤكد على إسرائيل أن عليها توخي الحذر أثناء القيام بعملياتها العسكرية في غزة، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن. طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل ألا تخوض أي عملية في رفح إلا إذا قدمت خطة، حتى الآن لم تقدم هذه الخطة. طلبت منها ألا تذهب إلى رفح إلى هذا الحد، ولكنها ذهبت، واستطاعت إسرائيل في النهاية إقناع الولايات المتحدة بأن هذه مجرد عملية محدودة وأنها ليست عملية برية واسعة، وأمور كثيرة من هذا النوع. نعم. يبدو أن بايدن ومن خلال حواره مع مجلة تايم الأمريكية أراد أيضا أن يوصل رسالة غير مباشرة وكأنها لا تصل يعني من أو غير مرسلة من عنده، وإنما الناس يقولون عندما سأله الصحفي عما إذا كان نتنياهو يحاول تمديد أو إطالة أمد الحرب في غزة، فقال له إن لن يعلق على هذا الأمر، وإن كان هناك بعض الناس بالفعل لديهم كل الأسباب ليقولوا ذلك، أي أنه لم يؤكد هذه الرؤية ولم ينفيها في نفس الوقت، ولكن هذا إن دل على شيء يدل على أن بايدن يريد أن يرسل رسائل غير مباشرة لنتنياهو، هي ممكن أن نعتبرها أيضا وسيلة أو طريقة للضغط على بنيامين نتنياهو حتى يوافق على المقترح وقف إطلاق النار الأخير ويسير فيه قدما بمراحله الثلاث. يعني هذه مسألة واضحة في الحقيقة، والخلاف بالفعل يتسع يوم بعد يوم، والولايات المتحدة تواصل الضغط على إسرائيل في محاولة للوصول إلى وقف إطلاق النار المؤقت الذي قد يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم بعد ذلك. رامي، أتحول معك إلى نقطة أخرى وهي ليست بعيدة. أتحدث هنا عن صفقة بقيمة نحو 3 مليارات دولار بتضم 25 مقاتلة شبح أو المعروفة باسم الشبح، وهي المقاتلة F-35. يعني صفقة أبرمت بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل مؤخرا، كيف تؤثر مثل هذه الصفقة في الوضع الميداني واللوجستي بالنسبة للمنطقة العربية هنا بتزويد إسرائيل بمثل هذه الطائرات؟ رغم كل الخلافات التي تحدثنا عنها سابقا أو يعني منذ لحظات ما بين بنيامين نتنياهو وبايدن، بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، إلا أن هذا تحالف، يعني التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل تحالف قديم جدا، من الصعب تفكيك هذا التحالف مهما ساءت العلاقات بين الإدارتين أو بين الحكومتين، إلا أنه يظل هناك علاقة بين الكيانين بين الشعبين حتى. فلذلك ستجد أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لم يتوقف حتى بعد إيقاف شحنة أسلحة واحدة إبان عملية رفح مع بدايات عملية رفح، إلا أن الدعم بقية الدعم لم يتوقف. عندما خرج بايدن حتى في حديثه مع CNN وقال إننا نعم أوقفنا شحنة أسلحة هجومية وسنراجع بعض شحنات الأسلحة الهجومية، ولكننا لن نوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة الدفاعية،
وبالأسلحة التي تدعم نظام القبة الحديدية والدفاعات الجوية التي تكفل لإسرائيل الدفاع عن نفسها. هذه هي وجهة النظر الأمريكية. أيضا في آخر إيجاز صحفي للخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال: إننا بالفعل أوقفنا شحنة أسلحة كانت ذاهبة لإسرائيل وكان لنا أهداف في ذلك، ولكن سياستنا العامة تجاه دعم إسرائيل لم نتغير وسنبقى ندعم إسرائيل حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. فمن الطبيعي جدا أن تكون صفقة كهذه تتم في هذه الأيام لمنح إسرائيل أفضلية في هذه الحرب ولتمكينها أيضا من إنهاء هذه الحرب بالقضاء على حماس أو بتحقيق الانتصار على حماس، وهو الهدف المشترك ما بين إسرائيل والولايات المتحدة. والولايات المتحدة مستعدة لإنفاق الكثير والكثير بهدف منح إسرائيل قدرة للدفاع عن نفسها، وبهدف أيضا التخلص من حركة حماس خلال الفترة المقبلة والتي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. فلذلك الولايات المتحدة مستعدة لدعم إسرائيل لتحقيق هذا الهدف. نعم، ربما يتفق أيضا ويتسق مع تصريح ماثيو ميلر بشأن أنه لا يريد حربا شاملة مع لبنان، ولكن في نفس الوقت يضمن حق إسرائيل في الرد. إذن رامي، أريد أن أتحدث معك عن المفاوضات. البيت الأبيض أعلن أن مسؤولين أمريكيين سيصلون الشرق الأوسط اليوم لبحث بعض المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار. ماذا لديك بهذا الشأن؟ يعني يتجه رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز وبصحبته بريت ماجورك أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، يتجهان إلى منطقة الشرق الأوسط للبدء مع الشركاء في محادثات بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ذلك الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي قال عنه إنه مقترح إسرائيلي، وعرض الاتفاق وقسمه إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى سوف تتضمن انسحابا جزئيا للجيش الإسرائيلي من المناطق السكنية في غزة وفي رفح، وأيضا زيادة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كذلك أيضا فتح معبر رفح، بالإضافة إلى خروج عدد من المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة. ومن سيكون الأولوية للسيدات وكبار السن والحالات المرضية، بالإضافة إلى تسليم بعض رفات من قتلوا أثناء احتجازهم لدى حركة حماس ولا تزال تحتفظ برفاتهم. كل هذه الأمور سوف تتم خلال المرحلة الأولى. الدفع في الحقيقة للمرحلة الأولى مسألة في غاية الصعوبة، لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما عرض هذه الخطة، وبحسب المسؤولين الأمريكيين وبحسب جون كيربي مسؤول الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض، لم يعرض كل التفاصيل. هو عرض الخطوط العامة للخطة فقط، عرض المراحل الثلاثة، كل مرحلة ستتضمن كذا وكذا وكذا، ولكنه لم يتعرض إلى التفاصيل الصغيرة والدقيقة والتي غالبا ما تنهار المباحثات بسبب هذه التفاصيل الصغيرة، التفاصيل التي دائما ما يختلف عليها كل من حماس وإسرائيل. وقال إن هذه التفاصيل متروكة للتفاوض عليها من خلال الشركاء مصر وقطر، ومصر وقطر كما قال بايدن ستضمنان أن يتم تنفيذ بنود هذه الهدنة في مرحلتها الأولى، قبل المرحلة الأولى أولا وعند تدشين المرحلة الأولى، وبعد ذلك ستضمنان أيضا الانتقال السلس من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، وهي أيضا مرحلة صعبة جدا في الخطة وقف إطلاق النار في غزة التي طرحها بايدن، لأنه إذا ما تم تنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى بشكل جيد، معنى ذلك أن الطرفان مؤهلان للانتقال إلى المرحلة الثانية. ولكن مشكلة المرحلة الثانية مع إسرائيل أنها تتضمن انسحابا كاملا من غزة، وهذا ما يبدو أن بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية غير مستعدة له حتى الآن في هذه اللحظة على الأقل. لذلك المسؤولون الأمريكيون الموجودون في الشرق الأوسط سيبدأون مفاوضات بالتعاون مع شركاء مصر وقطر من أجل الدفع إلى يعني
تكملة هذه التفاصيل التي لم تعرض في الخطة العامة والتفاهم عليها بين إسرائيل وحركة حماس حتى تبدأ بالفعل المرحلة الأولى. وإذا ما بدأت المرحلة الأولى ستستمر لستة أسابيع، وبعد ذلك يتم تقييم هذه المرحلة الأولى وإذا كنا سننتقل إلى المرحلة الثانية أم لا. نعم رامي، أشكرك شكرا جزيلا على هذا الإيضاح والتحليل. رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي من واشنطن، شكرا لك.